هذا قبل يوم شيء شدتها وما شدتهاش في محاوله ثانيه فان شاء الله انا دي كتجربه يا جماعه تجربه ولا قال ولا اكثر نجحت يبقى خير وبركه ما نجحتش ان شاء الله مره ثانيه فانا عايز دعواتك معايا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله النهارده بوجودكم وفضل ربنا الاول ان انا ان شاء الله بتحداها على الهواء وان شاء الله في خلال شهرين هيكون مشروع جينيس ردت عليا بخصوص الموضوع ده انا قدمت طلب اول امبارح هبعت لهم الفيديوهات بتاعتهم دي وان شاء الله هيكون في محاوله وهم هيشرطوا عليا كام كيلو بالظبط وان شاء الله هاجي اعمل محاوله بعد 3 شهور باذن الله وشهرين.